انا برحب بحضراتكم طبعا، وبشكر الاول استاذ ابونا اثناسيوس ان هو يعني اداني الفرصه والشرف ان انا اكون معاكم النهارده. هو قناه كوجي طبعا اكيد حضراتكم كلكم سمعتوا عنها، هي قناه الاطفال تحت رعايه سيدنا انبا ارميا، وهو مسؤول عن القناه، وطبعا سيدنا البابا افتتحها، وبقالها تقريبا 3 أو 4 سنين في رينج من 3 ل 4 سنين الافتتاح بتاعها، بتقدم برامج للاطفال. وانا احنا دلوقتي انا بس مستني الفيديو يشتغل، هيبقى في فيديو كده صغير برومو هنعرض فيه كل اللي بتقدمه قناه كوجي من برامج، علشان خاطر لو في اي حد في حضراتكم سواء كان خدام في ابتدائي او امناء خدمه في ابتدائي، ممكن بسهوله جدا ان احنا نبتدي نشاور لاولادنا او الخدام بتوع ابتدائي اللي معانا ان ايه الحاجات الحلوه اللي ممكن الاولاد بتوع ابتدائي يتفرجوا عليها ويستفيدوا منها. طبعا ميزه القناه ان هي حاجه يوميه موجوده في البيت، مش محتاجه ان حد يروح لها، ومجرد الولد قاعد هيدوس زرار هيبتدي ان هو يتفرج على الحاجات دي، وهياخد كمان خبرات كتير سواء كان خبرات في الطقس او في الكتاب المقدس او في العقيده، كل الحاجات دول تاريخ الكنيسه، ابائيات، كل الفروع المسيحيه اللي احنا بندرسها في الكنيسه والولد ممكن يتشبع بيها من هو صغير. وكمان مش بس هياخد المعلومات ديت معلومات طقسية أو معلومات مسيحية بطريقة عادية، لا بالعكس، إن هو كمان هيبتدي إن هو ياخد دوت بطريقة مناسبة للعصر ومناسبة للميديا ومناسبة للأفكار الجديدة اللي القناة بتعملها. هنبتدي دلوقتي نتفرج على الفيديو، هو برومو كده سريع. وانا يعني انا مسؤول، انا المفروض ان هنا في اسكندريه كل ابروشيه بيبقى ليها منسق، يعني قناه كوجي عاملين مجموعه من المنسقين بحيث ان كل ابروشيه يكون ليها منسق. انا مسؤول في اسكندريه والبحيره عن التنسيق بخصوص الموضوع دوت. لو في اي اسئله او اي حاجه بخصوص القناه او اي حاجه تحبوا حضراتكم تستفسروا عليها، تواصل مع القناه لاي سبب من الاسباب، اي خدمه في اي كنيسه في اسكندريه عاملين حاجه حلوه، حفله حلوة للأطفال الصغيرين أو كورال حلو يحبوا أن الحاجات دي تتصور من خلال قناة كوجي وتتعرض في القناة، كل ده مطروح ومتاح لحضراتكم في أي وقت. هنبدأ نتفرج بس على الفيديو دلوقتي ونتناقش كده في جزئية صغيرة بعد ما نخلص الفرجة على الفيديو بإذن ربنا. أنتم تساهمون في تشكيل شخصية إنسان قد يكون له تأثير في العالم في المستقبل، بل ويبدأ هذا التأثير من طفولته. بحلم ان البرامج تبقى شديدة الجاذبية، بحلم انها تكون تربوية من الدرجة الاولى، بحلم انها تكون قناة نقية 100% نقية. بصلوات ومباركة صاحب القداسة والغبطة البابا الانبا تواطروس الثاني، واشراف ورعاية نيافة الانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة. مر عام من الإنجاز وإنتاج البرامج والفقرات المتنوعة للأطفال على قناة كوجي. سنة مرت ولا في الأحلام، وسنة جديدة هي جاية أوان، يلا نسقف ونتنطط مع كوجي، هنفرح ونزطط. صلينا الرب لرنمنا، سبحنا الألحان كنيستنا، اتعلمنا كتير وفهمنا لعبنا. في عام 2017 أنتجت قناة كوجي العديد من البرامج التي تبركت بوجود الأحبار الأجلاء، كما تنوعت أهداف برامجها لتغطي كافة احتياجات الأطفال في جميع جوانب حياتهم. تتشاف ما تتحكيش، تتداد
تتوصفش. قلب الاوضه كده يعني اعمل ايه يا ماما؟ بس بلاش كلام. توتة هتنام. استنوا استنوا، حتوتة التوتة. اصل خالته وبيتا في اجازه بيصيفوا بقى ويبلبطوا في المايه يا سيدي. ايه يعني هما في المايه بيبلبطوا وانا هنا بتروق؟ نعم. هم اتأخروا كده ليه؟ انا جوعت بصراحة بقى ومش قادر. بلندا عصفور. مين اللي دخل الناس دي هنا؟ فين خالص؟ فين بيتا؟ انا عايز ابدأ الحاجة. خالتة بيتا. احنا على الارض عايشين نقدر نشوف السماء، رحلة جميلة ممكن تيجي فيها معانا، رحلة للسماء. في مهمة سرية غريبة محدش غيرنا يعرفها، احنا أفضل كوشي جايين جوا بيتكم متجمعين، فرحانين ومبسوطين، حلو بتكوشي وجميل. الترانيم والألحان القبطية يستمتع ويفرح بها كل أصدقاء ومتابعين كوجي، لذلك اهتمت قناة كوجي بإنتاج العديد من الترانيم والألحان وتقديم العديد من الكورالات من كافة أنحاء الجمهورية ومن خارجها أيضا. حبة قش تلموا وعملوا أجمل فرش وعش، علشان بابا يسوع في المسود يرتاح خالص وما يتعبش. خطوة خطوة راح تقول راسي نقول.
تمتلك كنيستنا القبطية العديد والعديد من الكنوز، وقد اهتمت قناة كوجي بالمحتوى الكنسي من رموز ومعاني وطقوس من خلال توضيحها للأطفال بشكل مبهج ومشوق. حرف وآية، رسومات بتتكلم بتقول أحلى حكايات، نفهم ونتعلم من جوه الأيقونات. كنيستي دي جميلة فعلا، أنا بحبها جدا. شهور كنيستنا القبطية، رب يسوع صباح الخير. والفرش وكمان الألوان، وبيرسم صور أصحابه الحلوين اللي بعتوله صورهم الجميلة. أصدقاء كوجي في كل مكان هم كنزها الحقيقي، لذلك اهتمت كوجي بالاحتفال بمناسباتهم المختلفة وأيضا مواهبهم المتنوعة. اقتلوا كل الأطفال من سن يوم إلى سنتين. شكراً على الذوق واللطافة، انتم فعلاً شعب أصيل. دي في الميديا بالشكل ده، كل القصص المسيحية وكل الطقوس وكل عقيدة. أنا هاجي مدارس الأحد، هاجي مدارس الأحد، شايفين هاجي مدارس الأحد. طب أجي ليه؟ يعني هو في مايك هنا، ممكن يعني إيه اللي عايز يتكلم ممكن ياخد المايك. أيوة
ما هو ده السؤال اللي انا بساله. انا انت حضرتك شايفه ان انا كده انا كطفل ممكن اجي مدرسه الاحد؟ لا بيجي دلوقتي. لا بيجي دلوقتي خد بالك، لكن يمكن كمان الموضوع بتاع القنوات ده لسه ما انتشرش قوي. وهل بيجي انت من وجهه نظرك الشخصيه ان الولد لما ممكن الولد دلوقتي بيجي لان اهله بيقولوا لازم تروح مدرسه الاحد او روح مدرسه الاحد، مهم ان انت تروح الكنيسه، تمام؟ لكن مدى الاستفاده اللي بيستفادها عندنا في مدرسه الاحد هتكون قد الاستفاده اللي بيستفادها في القناه؟ بغض النظر حتى يعني، طب خلينا نقارن، اتفرج على ساعه في التلفزيون عن درس معين انت بتدهوله النهارده، مثلا احنا احد الابن الضال واحد السامريه، اوكي؟ هيتفرج على هيسمعه منك في البيت وهيروح يتفرج عليه هو يمكن في زمن اقل بالصلصال وبالكرتون ومش عارف ايه، هيثبت في دماغه ايه اكتر او اني اكتر؟ تلفزيون طبعا، اوكي. طب ليه بقى مش شويه بشويه انت ما تتوقعش ان الولد ممكن يستبدل التلفزيون بينا كمدارس احد؟ يعني اذا كان اهله هما اللي بينزلوه دلوقتي مدارس الاحد عشان يفضل مرتبط في الكنيسه، ليه ما يجيش وقت من الاوقات ان التلفزيون يستبدل الكنيسه ونلاقي مدارس الاحد عندنا فاضيه؟ وعلى فكره انا عندي يعني انا عندي ناس كتير مكلميني ان اعداد مدارس الاحد في الكنائس مش زي ما هي، بدات تقل شويه بشويه. تمام، يعني هو بيجي عشان طب اوكي، هو يجي هو جاي عشان مغصوب ان هو لازم يقعد، اوكي ماشي. انا بتكلم على مدى الاستفاده، اوكي. ايه تاني؟ ايوه اتفضل. القناه بمدارس بدل مدارس الاحد يبقى انا فشلت. لا وانا ما بدلتش، هي الكنيسه ابتدت تقدم محتوى جديد للولاد بشكل جديد في هيئة القناة. اوكي، يعني انا هقول له نفس الكلام اللي بيتقال. تمام، بطريقة حوار. ايوه، في حد رافع ايده ورا؟ معلش انا اسف ان انا بغلس، انا حاطط نفسي مكان ولد مدارس الاحد عشان انا لو ولد مدارس الاحد وبتفرج على الحاجات دي في التلفزيون مش هي الكنيسه بصراحه. انا بتكلم على مدارس الاحد. اوكي، احنا مثلا احنا عندنا مدارس الاحد، احنا عندنا القداس في الكنيسه، عندنا في الكنيسه مريجيرس دي بشر، عندنا القداس بتاع الاطفال بيخلص الساعه 10 الصبح، مدارس الاحد بتبتدي الساعه 2:30، واخد بالك ده ازاي؟ طيب اوكي. يعني قصدي النظام اللي حضرتك بتقول عليه ممكن يكون موجود في كنيسه حضرتك لكن مش موجود في كل الكنائس، ده رقم واحد. رقم اتنين انا بدور على حاجه، معينه، مش قصه ان الولد قاعد على كرسي مدارس الاحد عشان هو جه كده كده القداس فلازم هيحضر مدارس احد، لا انا عايزه يحضر في الساعه دي يستفاد يتملى. تمام طبعا اوكي. طب في حد بس معاه مايك ورا بقاله فتره؟ اتفضل. هو في الاول معلش انا حابب اشكر قناه كوجي كتير جدا جدا لان انا كخادم استفدت منها كتير جدا. تمام. وعرفت ازاي اوصل معلومه بسيطه لطفل، دي ساعدتني. فالمطلوب ايه بقى انا كخادم؟ أيوة. ان انا اربط بين القناه وبين مدارس الاحد واخلي الولد يشارك يتفرج على حاجه في كوجي ويجي يشاركني بيها، يبقى انا كده ربطت الاثنين مع بعض. فصلتش الخدمة عن قناة كوشي. اوكي شكرا، اقتراح حلو. ايه تاني؟ لا والقناة شغالة 24 ساعة، القناة شغالة في التلفزيون كل يوم زيها زي اي قناة. ما هو يعني ما هو الكلام حلو بس التنفيذ هيبقى شكله عامل ازاي؟ هي قناة كوشي ممتازة جدا بس الجزء اللي استحالة تحققه مع الولاد. أيوة. في مدارس الأحد التفاعل. الله، بس ممكن لو سمحتوا نسقف له، لو سمحتوا للخليل. بس أنا متشكر، أنا جاي عشان النهاردة عشان أوصل الرسالة دي، بس أقول الجملة دي بس مش عايز أكتر من كده. الحاجة الوحيدة اللي الولد مش بياخدها في التلفزيون هي التفاعل، يعني الولد قاعد متلقي في التلفزيون، قاعد بيتفرج، قاعد شاشه قدامه وحاجات مبهره وكرتون وصلصال ومسكات ومش عارف ايه وكل اللي انتوا شفتوه ده. تمام، احنا لو مدارس الاحد بتاعتنا
فضلت بشكل اللي ان واحد بيلقن واحد متلقي هنفشل. يعني لو فضلت ان الخادم واقف ماسك المايك وعمال يتكلم ويحكي القصه بتاعت السامريه للولاد والقاعد بيحكي قصه الابن الضال للولاد، لا معلش انا هتفرج عليها في التلفزيون، انا كده كده متلقي، فانا اتفرج عليها بقى بالشكل الحلو ده احلى ولا ايه؟ يعني اتفرج عليها بقى بالكرتون والصلصال ومش عارف ايه والحاجات اللي تشدني انا كطفل، تمام؟ فلو فضلنا ان احنا مدارس الاحد انا كخادم قاعد بلقي الولاد او بلقن الولاد واقول لهم شويه معلومات ودروس وهم قاعدين كده بيتفرجوا عليا، اعرف ان انت يعني ما كانش يعني في الزمن القريب يبقى في الزمن البعيد الولاد هيبطلوا يجي مدارس الاحد، لان بالنسبه لهم القناه هتبقى احسن واحلى وشيقه وجذابه وبتوصل لهم معلومات. ويمكن هو زي ما استاذنا هنا قال انت بتشتغل معايا يوم واحد في الاسبوع، لا ده هو قاعد طول النهار في البيت وكل يوم بيتفرج على برامج بالهبل في شتى المجالات كل يوم، تمام؟ فنحرص بعد اذنكم على ان احنا نخلي التفاعل قائم بيننا وبين الولاد. لو زمن مدارس الاحد عندك نص ساعه لازم حضرتك ما تتكلمش يعني مونوتون كده، يعني تمسك المايك وتفضل تتكلم فتره طويله، اقل من مش اكتر من 10 دقائق من التلت ساعه او من نص ساعه. تلت ساعه الباقيه كلها تفاعل، هم لازم يتكلموا، لازم يطلعوا اللي عندهم، لازم تدور ازاي باساليب ان انت تعمل مقدمه للدرس وفي نص الدرس وفي اخر الدرس لازم يكونوا هم يقولوا هم يتكلموا. ده الحاجه الوحيده اللي هتخلي مدارس الاحد قائمه. احنا دلوقتي السنه دي يمكن مش عارف حضراتكم عارفين ولا لا، بنحتفل بمرور 100 سنه على انشاء قديس حبيب جرجس لمدارس الاحد. فمدارس الاحد لما حبيب جرجس انشاها سنه 1918 شكل، ودلوقتي بقت شكل تاني، وكمان 100 سنه هتبقى شكل تالت. لازم نشوف العصر ماشي ازاي ونتواكب مع الولاد بيحبوا ايه، الولاد ايه الميديا اللي حواليهم، ايه الشكل اللي حواليهم. ف اخر حاجه هقولها زي ما قلت لحضرتك، احرص على ان التفاعل يفضل قائم بينك وبين الولاد. الولد يفضل الولد يتكلم في مدارس الاحد، يتكلم فتره اكبر ما انت تتكلم، عشان تفضل مدارس الاحد قائمه في كنايسنا. ومهما حصل من بقى وسائل العصر والميديا وكبرنا وعملنا قناه دي قناه اولى، ما في احتماليات كتير نطلع زيها قناه ثانيه وقناه ثالثه وقناه رابعه كل شويه، ممكن زي ما طلع سي تي في وطلعت اغابي وطلعت قناه القاتل مرقص، كل دول ماري مرقص، كل دول كل شويه تفتح قناه، فانت ممكن يطلع لك قناه ثانيه بكره وقناه ثالثه بعده. الحاجه الوحيده اللي تخليك تحافظ على الكنيسه وتحافظ على ان يفضلوا مرتبطين بالكنيسة ومدارس الأحد أن أنت تخلي التفاعل قائم. شكرا، أزعجتكم. شكرا يا مينا، يعني خبرة جميلة جدا في زمن العلم وزمن التكنولوجي أن احنا نستفيد من الإمكانيات اللي ربنا بعتها للكنيسة، وان ربنا ادانا ان يبقى في قناة زي كده، دي بركة كبيرة جدا. نشجع الاعمال دي ونستفيد بما جاء منها من المجهود، واللي عنده اي امكانية للتواصل في الامر والاستفادة منه يبقى مع الدكتور مينا رمسيس. طبعا مينا رمسيس خادم في المدرسة ومعروف في تيرانوس، يعني ممكن يا مينا تتواصل مع الاخ عادل أمين خدمة الأنباء سناسي السيوف ومع كثيرين من الموجودين.